مرحبا بحضراتكم مرة أخرى. الحقيقة يمكن تكون الفقرة دي هتزعل مننا شوية. احنا هتزعل وخصوصا أنا ونهوان، فهتزعل شوية رجالة مننا. النهاردة هنتكلم عن المرأة. البعض بيقول إن المرأة نص المجتمع، خلينا نتكلم كده يعني بشكل مبسط جدا، لكن هي لو نص المجتمع فبالتأكيد هي أم وأخت وزوجة وابنة النص التاني. يعني هي أكتر من نص المجتمع بكتير قوي. موضوع أدب المرأة يعني يمكن هو ده هيبقى المهم في حديثنا النهاردة واللي هيبقى عليه التركيز. أنا من الناس اللي شايفة إن المصطلح ده مصطلح يعني غير صالح أو مصطلح غير صحيح. يعني إيه أدب المرأة؟ يعني إيه؟ يعني القضايا اللي بتتكلم على المرأة، طيب أدب هو إحنا بنلاقي أدب مخصص عن أدب النساء، ولا المرأة لما بتكتب أو هي اللي بتكون كاتبة هي اللي بتكون شاعرة هي اللي بتكون راوية، فهي اللي بتكون ساعتها بنطلق عليه أدب المرأة؟ المصطلح أدب المرأة ده أنا مصطلح الحقيقة لا أستسيغه بأي شكل من الأشكال. لكن هنسأل ده النهاردة الكاتبة اللي مشرفانا، وهنسألها كمان عن أسئلة كتير جدا جدا، عن مشاعر وعن متاعب وعن أحلام وعن ألام المرأة في عالم صعب جدا، في عالم احنا عايشينه إلى حد كبير جدا، وخصوصا خلينا يعني نبقى واقعيين ونبص على مجتمعنا، مجتمع إلى حد ما مصنف ضد التأنيث، ولو ما كانش ضدها فإلى حد كبير بيظلم أي تأنيث. لازم التأنيث دايما تبقى في حالة الدفاع عن نفسها وفي حالة التأهب دائما، ولازم إنها تثبت إنها على صواب وإنها الأفضل وإنها وإنها وإنها. نصف رجل الحقيقة كانت آخر إصداراتها، مش بقول لك الرجالة هتزعل. رواية اسمها صادم جدا جدا، 12 مجموعة قصصية أو مجموعة قصصية من 12 قصة قصيرة، كل أبطالها نساء، لكن في الآخر بنوصل لنصف رجل. ضيفتنا النهاردة الكاتبة والصديقة انتصار دردير، كاتبة صحفية كبيرة، رئيس تحرير أخبار النجوم سابقا. أهلا بيكي وصباح الفل وألف مبروك على نصف رجل. شكرك جدا، صباح الخير عليكم جميعا وصباح أم. أيوة كده، صباح الخير على حضرتك ومنورانا. وعجبني قوي التايتل بتاع الكتاب نصف رجل. طبعا هنخش في التفاصيل وهتحكي لنا ليه العنوان ده، بس وهنسأل برضو في أدب المرأة، بس أنا عايز أبدأ من قصة المرأة نصف المجتمع. الجملة اللي احنا من ساعة ما اتولدنا لحد دلوقتي بنسمعها، المرأة نصف المجتمع، ما سمعناش الراجل نصف المجتمع قبل كده، المرأة بس هي لوحدها ومش عارفة، كأن النصف التاني يعني مش مشكلة ذكره يعني، على أساس إنه أمر واقع يعني إن هو كل المجتمع وإحنا واخدين النص يعني. فهل حضرتك مع أصلا فكرة إن المرأة نصف المجتمع، ولا دي فيها إلى حد ما ظلم، ولا فيها عدل؟ يعني خلينا نفهم أصلا المصطلح ده رأيك فيه إيه؟ هو طبعا هي فعلا مفروض إنها تبقى نصف المجتمع يعني من التعداد يعني كعنوان بس كده، لكن في الواقع ما هي مش نصف أيوة المجتمع خالص الواقع يعني. أنا أحب الواقع ولا مقسلة ربع وحتى أساسا يعني. لأنه لا يعني إحنا في مجتمع ذكوري، المجتمعات العربية كلها مجتمعات ذكورية بتنحاز للرجل، فالمرأة بتواجه فيها إحباطات ومشاكل سواء في علاقتها بالرجل سواء في شغلها سواء في الشارع. صح. فالمجموعة القصية كلها بتتكلم حوالين متاعب المرأة في مواجهة الرجل. احنا المجتمع هو رجل وامرأة مع بعض، ولابد انه يبقى يحصل نوع من التوازن في العلاقة وال حلو قوي. طيب في ناس دلوقتي لما بتتفرج مثلا، طبعا 90% منهم هيبقوا من الرجالة، هيقول لك انتوا عايزين ايه تاني؟ ما انتوا واخدين كل حقوقكم. طبعا يعني اكيد الجمله دي اتقالت في اذهان البعض دلوقتي. رد حضرتك على ايه على الناس دي اللي دايما شايفه ان المراه خلاص خدت حقوقها، انتوا عايزين ايه كمان؟ يعني خلينا نفهم. هو خدت حقوقها في بعض الافل يعني، في الفتره الاخيره في ظهر بقى ان المراه وصلت طبعا لمناصب عاليه جدا، في اكتر التمكين من وزيرة، السياسي يعني. التمكين السياسي، انما التمكين الاجتماعي هو الاهم. أيوة. ويمكن في يعني انا بطرح ده من خلال فعلا يعني حاجات قصص بتلامس الواقع. المراه بتواجه فيها يعني ازمات ومشاكل، مراه كمسؤوله كأم كزوجه كامرأة عامله عندها طموح، بتبقى دي ازمات كتيره في مواجهه الرجل فعلا. وده اللي بيوصلنا لانه نقول انه يعني نصف رجل هو طب خلينا قبل ما ندخل بقى في نصف رجل وموضوعنا الاساسي ادب المراه، شايفه المصطلح نفسه ازاي؟ هل ادب المراه الكاتبه اللي بتكتب يبقى دي اديبه،
ولا ما يتناول مشاعر ومشاكل وكل ما يخص المرأة من كتابات، ولا أصلا ما ينفعش أن يبقى فيه مصطلح؟ والحقيقة ده اللي أنا شايفه يعني حاجة اسمها أدب المرأة، لأن إحنا ما سمعناش عن حاجة اسمها أدب الرجل. هو الادب ادب، هقول لك حاجه، الادب بدا بالرجل مش بدا بالمراه. فما جت المراه تكتب قالوا ادب المراه، لكن هو طبعا يعني مصطلح، يعني هي الحياه يعني بدات بالرجل، فمعنى كده ان المراه جت يبقى الحياه للرجل، مش فاهمه حمات المراه، مش فاهمه التصنيف يعني. لا هو بقولك هو مصطلح وهمي، لانه يعني مش ممكن يكون نقصر الكتابه ادب المراه على المراه حين تكتب. لا طب ما هو في رجال كتير عبروا عن المراه بشكل افضل بكتير من الكاتبات. شهريا طبعا نزار قباني، نزار احسان عبد القدوس، احسان عبد القدوس بالتاكيد، مفيش شك ان هم قدموا فعلا يعني صور حقيقيه للمراه، او كانوا مخلصين قوي انهم يتركوا ازمات ومشاكل المراه في عصرهم. فانا بقول انه ده يعني الادب حين يتناول المراه، حين يتعرض لقضاياها، هو ده ادب المراه. زي ما مؤخرا كان في سينما المراه ومهرجان سينما المراه في اسوان، انا كنت اللي بترأسه الفنانه إلهام شاهين، كنت يعني معترضه شويه على فكره انه تبقى لجنه تحكيم نساء وتبقى يعني التخصيص ده، او الافلام تبقى صناعه نساء. لا، في رجال بيصنعوا افلام بتعبر عن النساء بصدق بالتأكيد، فيبقى برضه بس هم بيقولوا يعني ان هم واخدين حقهم في كل المهرجانات، فاحنا مخصصين ده يعني للمرأة كصانعة افلام او منتجة او مخرجة، كل كصانعات افلام ان هم ما بياخدوش حقهم يعني. يمكن اعتقد دي وجهة النظر يعني، مش دفاعا قوي، بس لابد ان هو في مراحل تانية يقدم افلام طبعا بتوقيع يعني صناعة رجال، وممكن تبقى صادقة جدا في تناولها قضايا ومشاكل المرأة. طيب نصف رجل بقى، عايزين بقى الاسم ده، الاسم اللطيف جدا ده الحقيقه، نصف رجل. هو اسم صادم طبعا يا طبعا يعني طبعا. يعني كتير قوي ناس يعني طب انت تقصدي بايه؟ اقول لهم يعني لما تقروا هتعرفوا طبعا. هو بيتعرق يعني، انا دي نصف رجل دي عنوان احدى قصص المجموعه، لكن المجموعه كلها مشيت في اطار ان التعرض لقضايا المراه وبطلتها نساء، وبالتالي وبيواجهوا ازمات واحباطات وخيبات مع الرجل، وبالتالي فهو جات هو كلها الواقعي. بتعزف على نفس الاوركسترا، بتعزف لحن واحد، فكره انه انا عندي يعني هي مش منحازه للمراه بشكل اعمى يعني، سوري مش منحازه يعني، ومش ضد الرجل برضو يعني تأكيد. انما هي بتبث شكواها انه لعل وعسى يعني من حقها انها تنعم بحياه هادئه، انه الراجل ليه دور اساسي في حياه المراه، ما حدش ينكره، هو الاب وهو الزوج وهو الابن، انه يبقى ايجابي بقى. أيوة يعني ما خدتش ايه سر التسميه؟ التسميه صادمه. أيوة اسم صادم. هي بطله القصه، هي حققت ذاتها كدكتوره واستاذه جامعيه، بس فشلت في انها تلاقي الراجل اللي يكملها يعني. يعني بتقابل ناس كتيره قوي يعني طامعين فيها بشكل او باخر، عايزينها تتنازل عن طموحاتها، فكل ما يعني كل ما تقابل حد تلاقي فيه حاجه كبيره قوي ناقصه، هي محتاجه اللي مش محتاجه يعني، ما عندهاش طموحات ماديه في علاقتها بالرجل، حققت ذاتها كانسانه ناجحه، فهي عايزه حد يكمل معاها الحياه بشكل ايجابي. يعني دي كنايه عنها نصف الرجل هنا المقصود بيها المراه دي يعني النماذج؟ لا، هي المراه دي تحت يعني قابلت كلهم انصاف رجال، أنصاف كل اللي بتقابلهم انصاف، لا اما طامعين في نجاحها، لا اما رافضين لنجاحها وعايزينها يعني تبقى تابعه ليهم. فاستقلال المراه يعني بيواجه طبعا لما تكون عندها طموح مهني وما تكون ناجحه ومحققه ذاتها، فهي مش عايزه راجل لمجرد انه راجل يعني، مش عايزه ظل حيط يعني. طب انا عندي سؤال، هل المشكله دي في الرجل الشرقي فقط، ولا في يعني في تكوين الرجل في العموم يعني، عشان نبقى برضو فاهمين؟ وطبعا احنا مش بنعمم عشان ما حدش يزعل مننا. لا طبعا هي في وفي نماذج طبعا ناجحه ومتكامله مع في علاقتها يعني بالرجل، المراه والرجل متكاملين مع بعض، وده اللي المفروض. انما
الفكر حضرتك بتتكلمي عنه ده يعني متمثل اكتر في الرجل الشرقي العربي الى حد كبير. احنا طبعا عندنا موروثات وعندنا تقاليد وعندنا واحنا مش ضدها، لكن في حاجات كتيره في تكوين الرجل. ما هو الراجل ده يعني هو تربيتنا احنا في الاخر، تربيه نساء للاسف. فاذا اذا طلع ان هو ثقافه قهر المراه للمراه دي موجوده عندنا ومن زمان جدا، وبتبدا يعني من الطفوله. يعني ممكن تبقى الام ما تبقاش واعيه انها بتربي برضو راجل اناني يعني. اما تبقى هي بتدور هي في تم قهرها من وهي صغيره فكبرت على الثقافه دي فبتربي بهذا الشكل. على كل حال خلينا نروح لفاصل سريع ونرجع نكمل موضوع شيق جدا جدا، خليكم معانا بس بعد الفاصل. مرحبا بحضراتكم مرة تانية، وزي ما كنا بنقول موضوع شيق جدا، وانا شايفة في تفاعل في الاستوديو كبير جدا. يعني احنا الثلاثة نساء فقط في الاستوديو ده كله، على نفسي حضراتكم كنتوا تشوفوا الناس اللي حوالينا، بس هم كلهم سعداء بالموضوع جدا ومؤيديننا بشكل كبير جدا يعني. الواضح في الفاصل فعلا. طيب نرجع مرة تانية لضيفتنا، مرة تانية برحب بحضرتك، وخلينا بقى مع المجموعة القصصية 12 قصة بتتناول بالتأكيد 12 مشكلة اجتماعية خاصة بالمرأة. يمكن اتكلمنا عن نصف رجل اللي هي تحمل العنوان، وكانت قصة الدكتورة. ايه ابرز المشاكل تاني اللي تناولتيها من خلال 12 قصة، ممكن المشاكل اللي احنا نسلط عليها الضوء بشكل كبير؟ طبعا هي تعرضت لكثير من القضايا التي يعني تعاني منها المرأة في الزمن الحالي. يعني مثلا من ضمنها التحرش، يعني الطموح. التحرش تناولتيه من ناحية ايه؟ التحرش اللي هو التحرش في العمل، التحرش اللي هو المرأة ملهاش أو ما عندهاش الجرأة أنها دلوقتي تمشي في أي شارع، التحرش من أنهي؟ التحرش من الشارع، من وسائل المواصلات. أما بتضطر مثلا تركب أتوبيس، أما يعني ده حصل مع إحدى بطلات، وبتفضل دي عقدة عندها إنها تحرش بها في الأتوبيس، وهي خارجة طالبة جامعة، خارجة من الجامعة، فبيفضل ده عقدة بتشكل جزء من أزمتها طول حياتها، عدم الأمان. إنها يعني يعني دايما بتخاف من إنه يعني مجرد نظرة تبقى ترعبها. طبعا ده مثلا في المترو مثلا ده بيحصل لإحدى بطلاتها. الزواج المبكر مثلا، زواج الأطفال، يعني في قصة منهم بتتناول زواج الأطفال وتوابعه. في برضو بعض قصص مش يعني بتتكلم على يعني مع الرجل مش ضده على فكرة، يعني بتتكلم عن قانون الرؤية وازاي هو يعني الحاجة الوحيدة يعني اللي شبه مظلومين فيها وخلاص ماشي. ازاي هو أدى انه أب يتحرم من طفلته. بس في شروط برضو استاذه انتصار، يعني على كل حال احنا ناقشنا الموضوع ده بس ليها شروط. يعني طبعا هو في يعني انا مش بقول ان ده بيعمم، دي حالات خاصه. حالات بقى بتصطدم بحاجات يعني مثلا البطله في القصه دي خدت طفلتها واختفت، لا احد يعرف عنها طريق، القانون واقف عاجز في مواجهه دوت، وانه الاب هنا يعني دي برضو لمست مع ثوره يناير، بيخرج في كل مظاهرات اللي بعد الثوره وهو ما عندوش يعني هو مش مالوش دعوه بالسياسه، انما بيخرج عشان احتمال ان القانون يتغير فيقدر او انهم يردوا له حقه ان هو يقابل طفلته. فدي من الحاجات اللي لها يعني بتبقى انا مش بتحسني فيها العلاقه دي علشان لا والله عشان الكتاب او القصه مجموعه قصص يتم تسويقها رجاليا. وبعدين في ممكن نصف رجل، يعني المراه لما تبقى محمله باعباء كتيره، يعني احنا عارفين المراه مضغوطه جدا لو بتشتغل وعندها اطفال وعندها بيت وعندها كل حاجه لازم تبقى تمام التمام، وبتروح تعمل بتبقى برجل ونص. مش عارفه ازاي بيقدروا بصراحه يعملوا كل ده، ما يعني كلنا بنعمل يعني الامهات كلهم يعني شيء صعب. فبتبقى هي بتبقى بتحس في احيانا انها
يعني بقت نص راجل، يعني بتنزل تقابل الناس وتروح تودي ولادها التدريب. لا، هي بتبقى رجل ونص. هو طبعا صح. لا ده بجد بتبقى رجل ونص، لان الرجل بيعمل فقط. لا الراجل لا بينزل يروح شغله وبيرجع. انا هختلف مع حضرتك. لكن الست بتبقى بتعمل كل ده في نفس التوقيت، انها بتنزل شغلها وبتربي وبتعمل كده، بتبقى رجل ونص. يعني مش 90% من سيدات مصر بيعملوا ده. بس انا مش بحب امراه ب 100 راجل، لان معلش انا مش هقارن امراه يعني ان هي عشان قويه فالقوه بتاعت 100 راجل. يعني انا شايفه ان دي مش امرأة. لا هو تعبير يعني عام، يعني مش حقيقي يعني. انما يعني انما هي فعلا المرأة انا مش هقول لك المرأة الشرقية او المرأة العربية، لا المرأة المصرية بتواجه يعني بتقوم بمهمات صعبة جدا. وتبقى طبعا الصعوبة بقى انها يبقى عندها طموح مهني، يعني عايزة تنجح وعايزة تحقق ذاتها في شغلها وعندها برضو اعبائها كأم. فطبعا ده غير الثقافة بقى الموجودة للبعض. طبعا احنا برضو هنأكد على كلمة بعض، مش الكل اللي موجودة عند الابهات اللي هو دوره بس ان هو يبقى بنك او دوره بس ان هو يشتغل. ودلوقتي الست على فكره بتعمل الدور بتاعك برضو، بس اضافه للدور بتاع البيت والتربيه. بس هو ده نصف رجل لما يتخلى عن مسؤولياته. تصور انه الانفاق هو بس دوره، طبعا ده بيبقى نصف رجل. اما ما يبقاش حتى بيحقق للسعاده لاسرته برضو بيبقى نصف رجل. بالزبط. اما ما يبقاش يعني بيراعي زوجته على المستوى العاطفي وعلى المستوى الانساني بيبقى نصف رجل. طيب انا عندي سؤال لحضرتك، لان الفقرة دي كلها في الآخر بتصب في السؤال ده. دلوقتي مع المجتمع الذكوري اللي كلنا عايشين فيه سواء رفضنا يعني أو اتفقنا، هو مجتمع ذكوري. فخلينا نقول بقى الدراما هنا والأدب عملوا إيه علشان يقدروا إن هم يصلحوا هذه الصورة، ولا أصلا هم مكملين للصورة دي أو مؤكدين على هذه الصورة؟ إحنا شفنا الدراما في السنوات اللي فاتت للأسف كانت مؤكدة على هذه الثقافة، بالعكس كانت بتطلع الست مقهورة وفي أشكال غريبة، ولازم التترات تلاقي واحدة بتتضرب بالقلم، واحدة بتتزق على الأرض، كان في عنف وحاجات بتصدر للمجتمع. بصراحة أنا مش عارفة ليه كده، فهل حضرتك شايف إن ده بيتغير ولا لأ؟ نسبيا طبعا، يعني ما نقدرش نقول، لانه هم يعني خلينا في الدراما الرمضانيه اللي هي بتبقى يا رب يبقى مختلفه داخلين عليها كل سنه. يعني قدمت نماذج حتى في السنين الاخيره ديت، قدمت نماذج منحرفه، يعني ما فيش يعني معظمهم مش اسوياء. ايوه فالخيانه والعنف وال العلاقات اللي مش مظبوطه، يعني اللي مش سويه، قدمتها بشكل كبير، ركزت عليها. ودي كان المجلس القومي للمرأة كان اعترض. صحيح. وقدم جايزة للعمل اللي هو يتناول يبقى بشكل واقعي ومحترم. يعني في تشويه بيتم بدون وعي، يعني هو بس. وكمان طبعا الدراما دي احنا عارفين تأثيرها الرهيب جدا على المشاهد. طبعا فمفروض انها تبقى طبعا تساهم، بما ان ده احنا بنتكلم على انه يعني المرأة فعلا بدأت تبقى تاخد فرصة افضل يعني شوية بشوية. عايزة ايه عايزين ست في مجتمع بيسموا الزوجة فيها الحكومة، يعني عايزة ايه تاني؟ يعني كانت الحكومة. يعني يقول لك الحكومة. اخر سؤال بس علشان وقتنا بقى، يعني احنا اتكلمنا على 12 مجموعة او 12 قصة. ايه بشكل سريع جدا لان انا الوقت خلص، ايه المشكلة اللي انت بكل صراحة خفتي ان انت تطرحيها؟ في مشكلة المجتمع كله او المرأة ممكن تكون بتتعرض لها، بس تخوفتي، خفتي من رد فعل المجتمع، خفتي من التناول الادبي بتاعها، ممكن تكوني تراجعتي عن تناولها واقعيه؟ لا ده ما حصلش خالص يا اسماء، بجد حقيقي. عيني في عينك كده؟ لانك اصلا انت بتكتبي عيني في عينك كده؟ لا بتكتبي مع نفسك انت، غير اما تيجي مثلا تعملي عمل درامي فكذا حد بيتدخل فيه، انما انت بتكتبي مع نفسك مع الورق، انما كمان بتراعي مجتمعك. ما انا مش ممكن هبقى يعني انا بالظبط، انا قصدي انا كمراعاه كمراعاه للمجتمع، بس بشكل ان هو بس احنا بيبقى عندنا مشاكل، بس غير ما يبقى رقابي، يعني ما فيش دور رقابي عليا انا. بالتاكيد هو الواحد رقابه مني انا شخصيا، لانه انا في الاخر بكلم يعني مختلف الطبقات، بكلم شباب، بكلم ناس كبار. طبعا لابد ان احنا نراعي، بس مش ده مش يعني مش رقابي عليا، انما هو انك انت بتختاري لغتك بانها توصل للناس بشكل او باخر. بالتاكيد انا معاكي، بتختاري قصص تلامس الواقع بكل تأكيد، ما بتصدميش القارئ الى حد ان هو يعني لكن الى حد الابتذال. المهم بالظبط انا ده الاسلوب، لكن ما فيش مشكله بعينها ممكن تكوني تراجعتي عن طرحها. لا
لا ده انا ممكن اعمل مجموعه تانية معايا خلاص. يبقى المجموعه التانية هتكون ضيفتنا ان شاء الله الاستاذه انتصار دردير، الكاتبه الصحفيه ورئيس تحرير اخبار النجوم سابقا، بالتاكيد الصديقه العزيزه، شرفتينا وشكرا جدا على نصف الرجل. نلاقيه فين نصف الرجل ده بقى؟ موجود فين؟ ان شاء الله هجيبه لكم ان شاء الله. طب انا عايزه ولا انا عايزه نسخه بعد الهواء؟ نروح لفاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم اخر فقره بقى في حلقه النهارده من صباح.